تصدرت الصناعات والبضائع الصينية المختلفة قائمة استيراد الشركات السعودية من خارج المملكة، الأمر الذي وفر فرصا استثمارية كبيرة لرجال الأعمال السعوديين العاملين في هذا المجال. تتنوع تلك السلع المستوردة بين الأثاث ولوازم البناء والسلع الاستهلاكية الأخرى. التفاصيل مع مراسلنا من الرياض سامي الحمود. تصدرت المنتجات الصينية قائمة البضائع المستوردة من خارج المملكة لتزايد حجم الطلب المحلي، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات والشركات، مما ساهم في انتشار المكاتب والشركات المتخصصة في استيراد البضائع الصينية بمختلف أنواعها. وباتت هذه المكاتب تقدم خدماتها بدءا من اختيار السلعة المطلوبة وصولا إلى الشحن والتوريد. خلال 2005 احنا كنا في منطقة اسمها فوشان. المنطقة هذه تشتهر في مواد البناء والسيراميك والأدوات الصحية، وقريبة من منطقة فوشان التي تشتهر في صناعة الأثاث. ويعنى أصحاب المكاتب وشركات الاستيراد على توفير مستلزمات الأثاث المنزلي والفنادق بشكل كامل من الصناعات الصينية التي يتزايد الطلب عليها من المدن الصينية كمدينة كوانزو وجونغشان. هذه المواد كلها نستوردها طبعا من الصين، اللي هي الابواب الخشبيه بعده انواع من الماتيريال، كذلك عندنا الباركيه والبي في سي الخشبي، كذلك عندنا كذلك الدربزين الكريستالي، كذلك الكريليك. كل هذه المواد مواد البناء نستوردها من الصين الى المملكه العربيه السعوديه. ويرى المستوردون السعوديون بان اهم ما يميز التوجه لاستيراد البضائع من الصين هو الانتشار الواسع للبضائع الصينية والدراسة المتعمقة للسوق، توفير خامات مختلفة بأسعار منافسة، توفير متطلبات السوق بكميات لا محدودة. طريقة الاستيراد أولا يكون عند التاجر أو صاحب المنشأة، يكون عنده ترخيص في المادة اللي هو طالب المستورد فيها، وقبل لا يبدأ الشحن من هناك تكون أوراقه جاهزة، أوراقه النظامية من هنا، وبوليصة الشحن أصلا ما تطلع من الصين إلا بالاسم التجاري اللي يكون مسجل في السعودية. أما من ناحية إجراءات قانونية من الصين ما فيها أي مشكلة الحمد لله، والأمور يعني سهلة جدا، يعني مجرد ما تخرج البوليصة وطلعت شهاداتك كلها تطلع لك شهادة المنشأ وشهادة جميع الاشتراطات اللي تحتاجها باسم الشركة المسجلة بالسعودية. وقد بلغت كمية واردات المملكة من الصين للهواتف النقالة فقط نحو 5,300,000 هاتف، وهو ما يمثل 36% من إجمالي عدد الهواتف المستوردة إلى المملكة. تميزت البضائع الصينية التي تستوردها الشركات السعودية باستخدام الخامات الاقتصادية المنافسة للصناعات الأخرى، مما جعلها تكسب الرهان في كثير من الأسواق العالمية. سامي الحمود لقناة CGTN العربية، الرياض.